وانت داخل مكتبة العاصمة هنا هتشوف مشهد جميل جدا. هتشوف الكتب دي على فكرة المنظر ده، كتب فوق بعض فوق بعض فوق بعض. باشمهندس احمد هيقول لنا دي عبارة عن ايه، بس انا حبيت اقول لحضراتكم انه انت داخل لو يعني تعبت شوية كده وقعدت على الاماكن دي هتشحن موبايلك هنا ويو اس بي. بالظبط اشتغل يو اس بي. اه طبعا إيه هي تشحن الموبايل، كلنا هنيجي نقعد هنا. لا هو عشان دي من حاجه من اهم الحاجات ان انت دايما موبايلك في جيبك، فممكن لما انت تيجي تبقي حابه تقعدي في اللاندسكيب. بالظبط احنا حاطين اللي جنب اللاندسكيب فيها وصله يو اس بي بحيث ان انت تبقي قاعده مستمتعه باللاندسكيب بالمنظر ده كله. بالظبط وفي نفس الوقت تقدري ان انت تشحن الموبايل. اما بخصوص بخصوص الكتب دي، اه التمثال ده مستوحى من فكره جميله احمد حلو. زويل بالظبط بدايه هم جامع شويه من العلماء نجيب والادباء محفوظ. الله. نجيب محفوظ، يونان لبيب رزق، احمد زويل، عباس محمود العقاد، وهدى شعراوي، ومانيتون، وام كلثوم، احمد شوقي بالظبط، وسيد درويش وصفية زغلول. بصوا يا جماعه الجمال ده، علشان ده يتربط بالمكتبه. ايوه وده هنا اعتقد في حاجه تتركب. اه هنا في تمثال شكل يا مختلف. يا سلام على الجمال. عشان دخلت المكتبه. اه هنا المكتبه اصلا ليها ديزاين مختلف شويه هي والمتحف. الازاز ده معمول كريستال كلير، معمول بسبايدر سيستم علشان يبقى شويه الاستيك مع الزلازل او الهواء الجامد. يعني ده ضد الزلازل. بالظبط ضد الزلازل والكلام ده كله. طبعا مش زلزال قوي جدا يعني، لا طبعا بنتكلم على الهزه الارضيه هو بيبقى الاستيك معاها لانه مربوط بستيل وايرز من وراه. حلو وكريستال كلير عشان حضرتك تقدري تشوفي الرؤيه بوضوح. تشوف ايوه بالظبط كده. طب هي جوه المكتبه زي ما حضراتكم شايفين ده تمثال الكاتب، مش كده يا باشمهندس احمد؟ صح. ومن الحاجات اللطيفه جدا اما حضراتكم هتشوفوا التماثيل وهي موجوده هنا، تلاقي طفل وطفله بيقروا، هتلاقي وحد لوحده بيقرا، شيء عظيم وشيء اي مصري يبقى فخور بيه. انضم لينا باشمهندس كريم، برحب بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك دكتور عزه. اهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس احمد قول لي الاول المكتبه دي بتحتوي على ايه، وبعد كده باشمهندس كريم يقول لي الشغل اللي هو عمله هنا ايه. تمام، احنا عندنا هنا المكتبه الاول بتحتوي على المخطط ليها حاليا 70,000 كتاب. الفايف يير بلان ان باذن الله هتحتوي على 5 مليون كتاب. الله. سواء هارد كوبي او ديجيتال كوبي. وكل ده مجهز. كل ده مجهز ان هي تحتوي على الكلام ده بالسوفت وير بكل حاجه، يعني حتى الارفف اللي حضرتك شايفاها ليها الشاشه بحيث ان حضرتك تقدري ان انت تعرفي ان الكتاب ده فين، في انهي رف، هنا في انهي مكان بالظبط. لما تشتغل الشاشه بالظبط مش هتقعدي تدوري على كل كتاب هو فين، لا انت تخش تعملي سيرش على الكتاب، ممكن انت تعملي بورو للكتاب من هنا. أيوه. وترجعيه او تاخدي نسخه ديجيتال او ترجعيها. تمام. يعني طبعا الكتب بتبقى غاليه جدا. طبعا والله انا مستغربه ممكن يبقى في استعاره وممكن يبقى بالظبط. احنا هنا المكتبه ليها يعني شويه سنسيتيف اكوستيك ديزاينز بحيث ان انت ما ينفعش تسمعي ان صدى الصوت، فعندنا الاكوستيك بافلز اللي حضرتك شايفينها دي في السقف كلها بتمتص الصوت. انا ملاحظه يا جماعه وانت داخل المكتبه، لما تيجوا المكتبه ان شاء الله هتاخدوا بالكم من حاجه، دايما لما بندخل اماكن مقفوله حتى في الحركه واحنا ماشيين بنبقى سامعين صوت، بيبقى الصوت نفسه كده مدي اكو عالي. هنا مفيش الاحترام فكره المكتبه. بالظبط، لان هي طبعا المكتبه هي هدوء وان انت تبقي مركزه في القراءه نفسها. فبالتالي الاكوستيك بافلز دي كلها بتمتص اي صدمات زياده زي الايكو او الكلام ده كله. وده الشغل اللي عمله باشمهندس كريم. باشمهندس كريم طبعا هو ليه دور مهم جدا.